أهلاً وسهلاً بكم يا أروع متابعين. اليوم جايبين لكم وصفة جديدة وحصرية راح تخلينا مع بعض نبدع في تحضير فطائر محشية ذهبية ومقرمشة بتخليكم تتحمسون من أول لقمة. قبل ما نبدأ، إذا كنتوا جدد على قناتنا أو ما اشتركتوا بعد، أتمنى تضغطون على زر الاشتراك وتفعلون الجرس عشان توصلكم كل وصفاتنا أول بأول. ويلا خلونا نبدأ بخطوات وصفتنا. في البداية نحضر الحشوة اللي راح تخلي الفطائر طعمها لا يقاوم. أول خطوة نجيب مقلاة ونحطها على نار متوسطة، وبعد ما تحمى شوي نضيف شوية زيت، ننتظر شوي حتى الزيت يسخن، وبعدين نضيف بصل مفروم ناعم. نستمر في التقليب حتى يصير البصل شفاف وناعم، بعدين نضيف كفتة دجاج طازجة ونرش عليها التوابل اللي نحبها. ممكن نستخدم فلفل أسود، كمون، بابريكا، وحتى شوية كزبرة مطحونة إذا تحبون النكهة الحادة. نستمر في تقليب الدجاج مع البهارات حتى يستوي تماماً وياخد طعم التوابل. بعد ما يجهز الدجاج نضيف عليه شوية بقدونس مفروم ناعم عشان نضيف نكهة طازجة ولون جميل للحشوة. الآن نجي لتحضير العجينة. نستخدم عجينة رقيقة تكون سهلة الطي ومناسبة للفطائر. نفرد العجينة شوية على سطح نظيف ومرشوش عليه شوية دقيق عشان ما تلصق. بعدين ندهن العجينة بشوية زبدة مذابة، وهذا اللي بيعطيها لون ذهبي جميل ونكهة مميزة بعد الطبخ. نحط شوية من الحشوة اللي حضرناها في وسط العجينة. نحرص أن تكون الكمية مناسبة وما تكون كثيرة عشان ما تطلع الحشوة من الفطيرة. بعدين نبدأ نطوي الجوانب فوق الحشوة بحذر ونضغط الأطراف شوي عشان نضمن إنها مغلقة بشكل جيد وما تنفتح أثناء الطبخ. نكرر نفس الخطوات مع باقي العجينة والحشوة حتى نخلص الكمية. الحين وصلنا لمرحلة الطبخ. نجيب مقلاة غير لاصقة ونحطها على نار متوسطة. لما تحمى المقلاة نبدأ نحط الفطائر المحشية فيها بحذر ونتركها تتحمر على نار متوسطة. ننتظر حتى تأخذ الفطائر اللون الذهبي الجميل من الجهة الأولى، وبعدين نقلبها على الجهة الثانية. نتركها حتى تتحمر وتصير مقرمشة من كل الجهات. السر في هذه الخطوة هو الصبر. نخلي الفطائر تستوي بهدوء عشان ما تحترق وتظل محتفظة بقوامها المقرمش. بعد ما نخلص من تحمير كل الفطائر نحطها على ورق نشاف عشان نتخلص من أي زيت زائد. بعدها نقدمها في طبق التقديم، ونقدر نزينها برشة بقدونس أو رشات خفيفة من السمسم لو حابين تضيفون لمسة إضافية. وبهذا نكون وصلنا لنهاية وصفتنا اليوم، فطائر محشية ولذيذة بتجمع بين القرمشة والطراوة، راح تكون الخيار المثالي لأي وقت سواء كان للفطور، العشاء، أو حتى كوجبة خفيفة خلال اليوم. لا تنسونا تشاركونا آراءكم في التعليقات تحت الفيديو، وإذا جربتوا الوصفة شاركونا تجربتكم، ولا تنسونا تشتركونا في القناة وتفعلون الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكراً لكم على المتابعة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. صحتين وعافية.